الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد عبد الله بابكر من السودان غير مبروك الشيخ الطيب. أنا أحدثكم عن هذه المكنة. هذه المكنة هي عبارة عن قلاعة وتطلع على كل المحاصيل اللي بتكلم عنها اللي هو البطاطس البامبي البطاطس البامبي الفول البصل بصل الثوم كله يعني بيطلعه. وأهم حاجة في قلاعات فشلت في السودان في قلاعه في السودان وشطر فشلت لحاجه بسيطه جدا ان السنوب ده عاد عاملينها اللي هي مصدر يعني اللي هي زاويه واحده لكن دي السنوب اللي اتعملت دي ان شاء الله يعني العمل بتاعها يعني احنا شفناه ما بتخلي لها حاجه بوراها لا بطاطس ولا بامبي ولا فول ولا بصل ولا بصل ثوم. وانا بفتكر دي من المكانات المهمه جدا وانا بنصح الاخوه السودانيين يعني يجوا لاخونا شريف وان شاء الله هيجدوا عنده سعر ممتاز مواد ممتازه وان شاء الله المكنه تكون تؤدي العمل على وجه المطلوب وهم فعلا رحبوا بينا واكرمونا كرم طياب. والسلام عليكم ورحمه الله.